انا اذا عندي قطعة كلها ثيرمال ريزيستنس راح اعبر عن هذا الثيرمال ريزيستنس ار تي اتش، وهون راح افترض انه هاي تي جي. تي جي هي الجنكشن تمبرتشر، وزي ما شفنا بالديتا شيت قبل شوي قديش كانت تي جي ماكس، وين كانت 175 مش هيك قيمتها؟ كانت اظن مش لازم تتجاوز ال 175 175 ناقص 65 صحيح 105 175. اذا تي جي ماكس 175 سلسيوس، فما بصير درجه حراره الجنكشن هاي تزيد عن 175 سلسيوس. عندي هون تي سي اللي هي كيس، وبعدين عندي من الكيس للامبيانت هاي درجه حراره الامبيانت من هون، عندي هون كمان ار. هلا هاي اسمها تي جي سي وهاي ار سي اي اللي هي الثيرمال ريزيستنس من الجنب من الكيس للامبيانت. عاده ات ستيدي ستيت كونديشنز تي جي راح تكون اكبر من تي سي، راح تكون اكبر من تي اي. تي اي هي درجه حراره الغرفه. هلا انا شو يعني ستيدي ستيت كونديشنز؟ يعني هذا راح يوصل ستيدي ستيت بحيث انه هاي راح توصل درجه حراره كونستنت، هاي راح توصل درجه حراره كونستنت، وهاي راح توصل درجه حراره كونستنت، والفلوز هون راح يكونوا كونستنت. ايش الفلو؟ الفلو اوف هيت او ريت اوف فلو. The rate of flow of heat in joules per second. بس joules per second هي نفسها watts. إذن هون في عندي flow للheat، وراح أفترض إنه في الheat لما بوصل هون لأنه هاي steady state conditions بيكمل كمان. إذن هون عندي هذا راح نسميه Q dQ على dT، هذا dQ على dT، وQ هون إحنا معتبرينها اللي هي الheat. إذا بدك تسميها دي اتش خلينا نسميها دي اتش هيت. إذا دي هيت، هيت بير سكند أو جولز بير سكند إن وات. والقانون هون بقول إنه هاي المقاومة وحدتها راح تكون كلفنز بير وات، وهاي مقاومتها راح تكون إن كلفنز بير وات. فعندي زي المقاومة التقليدية، بالمقاومة التقليدية أندر أومز لو هاي مقاومة عادية. المقاومة العادية هاي لها 10 اوم، معنى انه لها 10 اوم يعني لو مشي فيها 1 امبير، وال1 امبير مثلا اي بيساوي 1 امبير واللي هو بيساوي 1 كولومز بير سكند، راح يصير عليها فولتج دروب لكل 1 امبير 10 فولت. فكانه الاوم طبعا هي الاوم كانها فولت بير امبير مش هيك؟ فكانه لكل 1 امبير عم بيصير عندي 1 فولتج دروب، فصارت عندي هون في هاي ماينس في لو بيساوي 10 فولت. نفس الشيء هون صار في عندي فلو للهيت ان واتس، فاذا كانت هاي مقاومتها 10 كلفنز بير وات ومر هون 1 وات راح يصير الفرق في درجه الحراره تي جي راح تكون اعلى من تي سي ب 10 ديجريز كلفن. فالقانون العام راح يصير عندي تي تتساوي ار ثيرمال مضروب في بي. إذا بدكم ما نحطها بي بتحبوا نحطها دي اتش على دي تي، هل هي أوضح إذا حطيتها دي اتش على دي تي؟ هي باور، بس الباور بالحالة هاي هو فلو للهيت. تي ايش وحدتها؟ كلفن، هذه هون كلفنز بير وات، وهاي واتس أو كمان ممكن تكون جولز بير سكند. الوات هون بشطب مع الوات ايش بصير عندي؟ كلفن بيساوي كلفن، اوكي؟ نفس الشيء هلا هذا الهيت اللي مر هون بده يمر هون، فقديش الفرق بين درجة حرارة الاتموسفير ودرجة حرارة الجنكشن؟ ولو بدي احط المعادلة العامة تبعت هاي راح تكون تي جي ماينس تي اي بتساوي ار جي سي زائد ار سي اي مضروبة في دي اتش على دي تي. يعني إذا بدي أعرف، إذا افرض أنا أعطيتك درجة حرارة الأمبيانت وقلت لك طلع لي درجة حرارة الجنكشن، وأعطيتك القيمة هاي وأعطيتك القيمة هاي، خلينا نفترض إنه القيمة هاي كانت مثلا 0.3 ونفترض إنه القيمة هاي كانت 20، إيش وحدة الـ 0.3؟
كلفنز بير وات، ايش وحدة ال 20 كلفنز بير وات؟ وخلينا نفترض انه تي اي كانت تساوي 25 سلسيوس، فبنسال احنا قديش درجة حرارة الجنكشن ات ستيدي ستيت كونديشنز؟ فبتصير عندي تي جي ماينس تي اي بتساوي ار جي سي زائد ار سي اي مضروبة فيه، ونفترض انه الواتس عندي 10، هاي بتساوي 10 جولز بير سكند، وهذه هون دي اتش على دي تي. خلينا نعوض هدول الارقام 20 و3 بتصير هذه 20.3. تي اي ايش بتساوي؟ 25 سلسيوس. بدي الاقي تي جي وهاي مضروبه في 10 وات، قديش تطلع تي جي؟ 228. تطلع هذه 203 ايش هيك لما تضربهم 203 زائد 25 228 سلسيوس. اذا هون في عندنا مشكله، مزبوط. ليش عندنا مشكله؟ ايش احنا قلنا لازم درجه الحراره ما تتجاوز ايش؟ تي جي ماكس 175، لكن درجه الحراره الان 228.